يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سلسلة المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة. في محافظة أسيوط عقد التحالف مؤتمرا حضره عدد كبير من ممثلي الجمعيات والقيادات والشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة والمواطنين من أهالي المحافظة لاستعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة. دي المحطة العاشرة لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز للتحالف الوطني، واللي كانت بمحافظة أسيوط، وده لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بمصر. الناس كلها في شعب أسيوط هنا تؤيد السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسية جديدة. في الحقيقة أنا ما كنتش متخيل هذا الحشد الكبير. هذا المؤتمر وهذا الحشد العظيم جاء من كل صوب واتجاه في محافظة أسيوط لتأييد ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل الأمن القومي المصري ومن أجل مصلحة مصر. شعب أسيوط كله على جميع المحافظات بيقول للرئيس ربنا يوفقك واللي عملته لمصر ربنا يحفظك ويسر لك الأمر. خلال المؤتمر تم استعراض جميع الإنجازات والمشروعات اللي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية، خاصة في محافظة أسيوط، وده بحضور عدد كبير جدا من المواطنين وعدد من قادة الرأي بالمحافظة. عايزين إقبال جماهيري غير مسبوق على صناديق الانتخابات عشان الرسالة توصل لكل الدنيا إن الشعب ده شعب واحد ومتماسك جدا جدا وواعي وفاهم وعارف مصلحته. هذا يوم الوفاء، هذا يوم العرفان، هذا رد الجميل على جميع الشعب المصري أن يبادر بالنزول للانتخابات من أول يوم. الرئيس السيسي يستحق أنه يشكر ويستحق أنه عرفانا مننا بالجميل كأسيطة وكسعيدة نقول له شكرا على اللي انت عملته معانا، اللي انت عملته كتير، فاحنا عشان كده بنبيعك وبنأيدك. يمكن الحشد اللي قدامنا ده بيأكد قد إيه وعي المواطنين باللي بيحصل على أرض الواقع، وجودهم وإصرارهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ده من أجل استكمال مسيرة الإنجازات.